بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. في شويه حاجات في الدنيا كده بتديك شويه امل، يعني مثلا ان شاء الله باذن الله ممكن بعد سنتين ثلاثه تلاقي البتاعه الخضرة دي اتحولت كده وبقت استوديو محترم. ليه لا عزيزي؟ ما انت لو دورت على موروش بالستوديو من 3 4 سنين كنت هتلاقي ان هو بقيت حاله على داني ليفي، انه يروح يجيب له في الماركاتو لعيب زي لوكاس مورا ولاعيب كمان زي تانجين دومبي، وكان بيبوس الايادي حرفيا علشان خاطر الكيس بتاع داني ليفي يتفك. فاول مره السيد بوتشيتينو اجتمع مع السيد ناصر الخليفي علشان خاطر يحطوا خريطه الانتقال بتاع باريس سان جيرمان، الخليفي بيقول له اؤمر احلامك اوامر. عايز مين؟ قال له عايز هاري وينكس وعايز ديلي الي وكمان يا ريت تجيب لي هوجو لوريس، ومعلش يعني لو هنصرف شويه نجيب هاري كين. مين الهاوي اللي انا جبته ده؟ انت بتقول ايه؟ طب ما نروح اجيب لك توتنهام كلهم ونشتغل معاهم هنا في الفريق. قال له معلش يعني ممكن تجيب اريكسون من انتر مين؟ انت بتهرج صح؟ انت بتهرج، هو ده الماركاتو بتاعنا ولا الماركاتو بتاع توتنهام داني ليفي؟ اوف على الكلام يا حبيبي يا ناصر الخليفي، الفلوس اللي بتتفك هنا كتير ما تخافش، هنصرف ونجيب لك احلامك. انت بتحلم بمين؟ قالوا معلش بس هاريكين، بس هاريكين بس انت شكلك هاوي، اركن على جنب وانا هشتغل الماركاتو ده. نجيب دوناروما؟ قالوا ما احنا عندنا نفاذ حارسين كتير. مالكش دعوه انت، خليك في حالك يا عم، انا جبت دوناروما وخلصت مع دوناروما. عايز حاجه ثانيه؟ انا كده تمام يعني. معلش ممكن تجيب بس باك شمال كده محترم شويه؟ بس اركن انت على جنب، مش هرجع لك ثاني خالص، خليك انت على جنب وانا هكمل في الم... على فكره انا جبت لك فينالدوم بتاع ليفربول، ما انا عندي باريس وعندي فيراتي. ايه يا عم المصاريف الاوفر دي؟ بس والله ما هرجع لك في حاجه ثانيه. على فكره انا راح اجيب لك اشرف حكيمي. ايه ده بجد؟ لا اشرف، تجيب لي اشرف حكيمي؟ ماله فلورينزي مش قادر يمشي اهو، بس يا ريت يعني لو اشرف حكيمي الصفقه تتم لواحد من افضل الاظهره في العالم دلوقتي، فيا ريت تجيبه. اوعى كمان يحل لنا موضوع الباك الشمال لو ما جبتليش باك شمال. بس انت راجل غلبان قوي. بص انا راح اجيب لك سيو هرنانديز من ميلان، موافق؟ يا ريت والله، ده احنا كده نكون عدينا. طب اجيب لك الكبيره بقى، ايه رايك في راموس؟ قال راموس بتاع ريال مدريد ممكن تجيبه يلعب معانا بجد؟ انت مش عارف انت شغال مع مين يا ابني ولا ايه النظام؟ انت تعبتني بجد من كتر اللي انت عمال تعمله معايا ده. ما ترجع توتنهام تاني وتشتغل مع داني ليفي تاني. قال له ابوس ايدك ابوس، انا ما صدقت ربنا كرمني وبعدت عن هذا النحس. هتجيب لي بجد راموس يتمرن معايا في الفريق؟ قال له عيب عليك، انت يا ابني اول مره تشتغل مع حد محترم وبيصرف ولا ايه؟ انت مش جاي تشتغل معايا، انت جاي تشتغل معايا ناصر الخليفي. في فلوس زي ما قلت لك بتطلع كده ملهاش اخر، وما تقلقش انا احتفظ بنيمار وانا احتفظ بمبابي، انا مش داني ليفي تقعد تتحال عليا كل سنه تقول لي انا عايز احتفظ بهاري كين وعايز احتفظ بسون. انا كل اللعيبه اللي عندي انا لو في نادي فوضهم بروح اشتري النادي باميز اللعيبه اللي عنده. يعني لو ريال مدريد فكر ان هو يتفاوض معايا على مبابي انا مش عارف انا هشتري مين، لان الفرقه عندهم واقعه. اما لو برشلونه حب يتكلم فراح اجيب ميسي. فانت بتتكلم معايا انا عيب عليك؟ نركز بقى ونشوف شغلنا ونشوف الدنيا بالنسبه لنا تبقى عامله ازاي. له والله انت كده استكفيت ووفيت، والشغل دلوقتي بقى جوانا في حماس وفي روح وهنشتغل جوه الملعب بقى. مالكش دعوه انت بقى يا مناصر، نكمل مع بعض. بس بص في صفقات ممكن اجيبها لك كده هتمشي معاها غصب عن بوزك وهتقول لي عليها انك مقتنع بيها. قال له والله بعد كل اللي انت بتعمله ده انا موافق، اعمل كل اللي انت عايزه يا عزيزي وان شاء الله باذن الله هنسيطر على اوروبا ونرجع الدوري الفرنسي تاني لمكانه بعد فوز نيس السنه اللي فاتت بيه. فبقول لك يا عزيزي ان شاء الله باذن الله، يعني الواحد لازم يجتهد ويعمل، وان شاء الله الحاجه اللي معفنه اللي زي دي ممكن بعد 3 4 سنين تبقى حاجه نظيفه. وانت برضه عزيزي افتكر دايما مشوار السيد بوتشيتينو مع داني ليفي في توتنهام كان عامل ازاي، واحلامه وصفقاته كانت عامل ده، كان بيحلم بادم لالا في سنه من السنين عزيزي. فانت بتتكلم في ايه يعني؟ يمكن ربنا يكرمنا وربنا يقدر على كل شيء عزيزي. ولو وصلت معانا لحد هنا فممكن تعمل لايك للفيديو عجبك، ممكن تعمل سبسكرايب، وممكن كمان تعمل ديسلايك للفيديو.